الكشف المبكر لمشاكل ضعف السمع التي قد تكون من أسباب خلقية منذ الولادة أو مكتسبة مدخل أساسي للوصول إلى علاجات ناجحة وفعالة. وتخبرنا الدكتورة سامية الدوسري استشارية السمع والتوازن بمجمع السلمانية الطبي عن أهمية هذا الكشف. تأتي أهمية الكشف المبكر عن ضعف السمع لدى المواليد الجدد من انطلاقا من توصيات منظمة الصحة العالمية اللي توصي أن عمل فحص السمع للمواليد الجدد بعد الولادة مباشرة لاكتشاف الحالات ضعف السمع والإعاقة السمعية، لأن التدخل المبكر لعلاج هذه الحالات يقينا من الآثار السلبية لضعف السمع، ومنها تأثيرها على اكتساب اللغة والكلام، بالإضافة إلى الآثار النفسية اللي تخلفها الإعاقة السمعية وتأثيرها على الجوانب الاجتماعية، بالإضافة إلى التعليم والانخراط في سوق العمل لاحقا في المستقبل، مما يؤثر على المجتمع ككل وإنتاجية الفرد في المجتمع. ولتسهيل اكتشاف ضعف السمع لدى المواليد، تقوم الممرضة بفحص المواليد الجدد في جناح الولادة باستخدام أجهزة ذات خصائص وشروط معينة. فحص السمع للمواليد اسمه الفحص السمع الانعكاس القوقعي، الهدف منه التأكد من وظيفة القوقعة أنها تعمل بشكل سليم أو لا. فحص جدا سهل وبسيط، ويحتاج تدريب بسيط للشخص اللي بيقوم بعمله. تطلع النتيجة في نفس الوقت، بيكون يا نتيجة سلبية أو إيجابية، بس الفحص ما يضمن أن عدم وجود مشكلة في العصب السمعي، فلذلك لابد للطفل إذا في شك أن في مشكلة في السمع يتحول لعيادة طب السمعيات. التشخيص والعلاج المبكر من شأنه أن يحد من مشاكل الصمم وتداعياتها، وعلى الرغم من تطور الطب تبقى التوعية هي الأهم وفق خيار المختصين.